السلام عليكم. اليوم نعرفكم بواحد من أكبر المركبات السياحية في الجزائر، واحد من أروع كذلك من ناحية تصميم رائع وعالمي. إذن هذا المركز اللي تكلمنا عليه في فيديوهات سابقة، واللي هو ثمرة شراكة ما بين شركة العالمية روتانا ومستثمرين جزائريين، واللي يقع في مدينة وهران بالقرب من كانستير بوهران. إذن خليكم تتابعوا يعني جزء من هذه الأشغال، ويعني تقرب من النهاية نتاع المشروع هذا الرائد والنشوف سياحي كبير. نخليكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم.